بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم الخميس الموافق 14/4/2022، وبديوان عام محافظة المنيا تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة 12 المكونة بأربعة أطنان لتسليمها إلى مديرية التضامن بالمنيا، ليصل الإجمالي ما تم إيصاله وتوصيله إلى مديرية التضامن الاجتماعي 38 طن. نشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لاهتمامه بمحافظة المنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الخميس الموافق 14 من شهر ابريل 2022 تم وصول 4 أطنان من لحوم سطح الاطعام الى مديرية اوقاف الجيزة، وتم تسليمهم الى مديرية التضامن بالعجوزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل الى مديرية التضامن بالعجوزة 36 طنًا من لحوم الاطعام.